معكم نور مهزي المنسق وكاتب عام لجان الفيلم القصير ساقس، وفي نفس الوقت رئيسة جمعية جليس لأحباء الكتاب والثقافة والفن. الجديد دورة بالنسبة لنا احنا دورة متميزة على الدورات الأخرين، وفيها حاجة جديدة اللي احنا عملنا الأفلام القصيرة فيها كتر كاتيجوري الأفلام القصيرة اللي هي أفلام وثائقية وأفلام روائية وأفلام تحريك وأفلام للطلبة. عدد المشاركين في الدورة هذه قدش في المشي تعدى توقيتهم الأماكن؟ الأفلام كي جاتنا عن الرابط جاتنا أكثر من 150 فيلم، واللجنة الفرز كي فرزت لنا أكثر من 50 فيلم في الكاتر كاتيجوري اللي قلنا عليهم، والأفلام باش يتعرضوا ما بين المسرح البلدي ومركز الثقافي محمد الجاموسي ومركز فنون درامي والربحية والمركز الثقافي الخاص ردرو. الضيوف اللي جايين مهمين، تم هما ضيوفنا الكل مهمين بصراحة لتونس وخارج تونس، أما اللي من خارج تونس عنا المخرج الدكتور علاء نصر، هو رئيس لجنة التحكيم بتاع الأفلام الوثائقية والتحريك، وفي نفس الوقت هو اللي عنده ورشة التمثيل المحترف. الورشات فما سيناريو، ورشة سيناريو للأستاذ المسرحي المعروف الأستاذ علي بوكادي، وورشة التمثيل المحترف للدكتور علاء نصر من مصر، وورشة أفلام التحريك كانت مخصصة للأستاذ فلاح البغدادي من العراق لكن تعذر عليه المجيء، فوليت الأستاذ بوزيز اللي هو ولد الجهة ومعروف في أفلام التحريك ما شاء الله عليه. الدورة خاصة بالمحترفين، كانت الدورة الأولى فقط هي اللي زمتور، حتى احنا كنا أمتور، لكن انضجنا مع الدورات بتاعنا خاصة بالمحترفين. صراحة نجم نقول لك يمكن 85-87% قيمة محترفين. قيمة مهمة. مهمة. مش كلهم من تونس. عندنا في بين الفيلم والزوز من تونس فيهم دعم من وزارة الثقافة. جاونا برشا، جاونا من السنغال، من السودان، من موريتانيا، من فرنسا، من إيطاليا، من الهند، من الدول العربية اللي هي سوريا ولبنان، جاونا من كندا، من إيطاليا، برشا دول عربية وأجنبية صراحة.